يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ثم يفتي الناس بزعمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دجال وكذاب. النبي لا يرى يقظة أبدا، ولا أحد من الرسل يرى يقظة. مناما قد يكون، رؤيا قد يكون، أما يقظة فهذا من التدجيل والكذب. ما رآه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما رأوه وهم خواص أصحابه وأحب الناس إليه، ما رأوه عليه الصلاة والسلام. ولا أحد يرى من الأموات، ما أحد يخرج من الأموات إلى الحياة الدنيا أبدا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم، فلا يرجع أحد إلى الدنيا أبداً في اليقظة، أما في المنام يمكن هذا. نعم.